الصحه، ايه اهميه مشاركه مصر في اجتماعات الامم المتحده؟ هذه الجمعيه هل جمعيه عاديه يعني بتاتي في وقت عادي، ام انه بتاتي في وقت الحقيقه وتيره الاحداث العالميه يعني كوريا واليابان وامريكا وغيره؟ يعني في عندنا اسئله كثيره جدا، غير طبعا منطقه الشرق الاوسط، غير الاحداث في ليبيا واليمن والعراق واقليم كردستان، غير القضيه الفلسطينيه طبعا، غير احداث كثيره طبعا، قطر العالم كله بقى بيتحدث طبعا عما يحدث في قطر ومقاطعة الرباعي العربي لها، في أمور يعني زحمة، في زحمة كبيرة جدا في مجمل الأخبار عالميا. خلونا كده نحاول ناخد صورة أكبر على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 72 من الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بك. ايه يا فندم ممكن تكون اهميه اجتماعات الدوره ال 72 للجمعيه العامه للامم المتحده في هذا التوقيت؟ هل زيها زي اي اجتماعات اخرى، ام انه تسارع الاحداث عالميا قد يكون سبب في تسليط الاضواء بشكل اكبر على الكلمات التي والبيانات التي سيلقيها الزعماء والمتحدثين خلال هذه الجمعيه؟ يعني هو تعلمني انه الاجتماعات طبعا بالفتره الدوريه بتبقى يعني منصه مهمه لقاده وزعماء ورؤساء وملوك وامراء المنظومه الاقليميه والدوليه للطرح طبعا رؤيتهم حول الاهتمامات والاولويات التي تطرحها في السياق. لكن طبعا ربما زي ما حضرتك اشرتي بعض الاحداث تفرض نفسها على جلسه الانعقاد. هذه الجلسه للجمعيه العامه يعني تكتسب اهميتها من احداث اقليميه ودوليه. عربيا مثلا على سبيل المثال يكون محور تركيز القاده العرب على اشكاليات محدده، منها اشكاليه الارهاب والمخاطر والتحديات التي تواجه العالم العربي والتدخلات من قبل دول الجوار الاقليمي في المنطقه العربيه، صرف النظر عن طبيعه العلاقات العربيه مع دول الجوار زي تركيا وايران واسرائيل، وايضا طبعا المخاطر على المستويات المتعلقه باشكاليات الارهاب وغيره. نعم. بالاضافه الى طبعا التسويات الحاليه في الاقليم المقترحه سواء في سوريا وطبعا بطبيعه الحال تطورات الاوضاع في ليبيا والامن في منطقه الخليج والمساله اليمنيه، هذه هي القضايا الرئيسيه بالاضافه الى القضيه الرئيسيه وهي قضيه الصراع العربي الاسرائيلي، وفيها مستجدات طرحتها نفسها في مصر خلال الايام الاخيره، وقيام مصر بترتيب الاجواء الاقليميه ويعني الدخول بصوره كبيره وواضحه طبعا في ملف التسويه ما بين حماس وفتح والتخطيط للخطوه التاليه وهو اجراء المصالحه الفلسطينيه. اذا هناك احداث حضرتك تفرض نفسها على الساحه العربيه على سبيل المثال والاقليميه. على المستوى الدولي ايضا هناك قضايا مهمه وتفرض نفسها على كلمات رؤساء الوفود، منها قضيه كوريا الشماليه لانها احدى القضايا التي تهدد ما يعرف باسم الانتشار النووي اسيا، وبالتالي قضيه الارض كنترول او الحج تسلحها وضبط اجراءات الامن والتسلح في العالم، والعلاقات الامريكيه الروسيه بالاضافه الى اتفاق 5+1 اتفاق النووي مع ايران. هناك بقى قضايا اخرى تناقش بطبيعه الحال حسب الطرح لكل رئيس، لكن هتلاقي مثلا الزعيم الكوري او زعماء امريكا اللاتينيه بيركزوا على قضايا محدده زي القضايا الاقتصاديه طبعا، قضايا الاندماجات والتكتلات والمساعي لمحاوله احداث يعني نظام اقتصادي اكثر عداله. الدول العربيه قضاتها بيركزوا على القضايا اللي اشرت اليها، الدول الكبرى بتطرح رؤيه ربما تكون كونيه للتعامل مع القضايا والمشاكل، فبالتالي يتحدث الرئيس الامريكي على قضايا ربما هي التي تهم العالم باعتبار امريكا هي امريكا. في كل هذه القضايا اللي حضرتك ذكرت امثله منها دكتور طارق، بنجد انه الاداره الامريكيه هي طرف فيها او جزء فيها. بالتاكيد، لكن طبعا الامم المتحده كمنصه دوليه طبعا بطبيعه الحال كلمات بعض رؤساء الوفود بتوجه انتقادات وبتقدم تحفظات وتقدم رؤى وتطورات. الامم المتحده نفسها لها كلمه، الامين العام بيأدي كلمه بيشرح فيها رؤيه المنظمه من خلاله هو كامين عام ومسؤول عن اداره المنظمه حول القضايا التي تهدد الامن والسلام العالمي. يعني
قضية زي قضية انتشار الإرهاب في العالم، ليس الحديث عن مرحلة ما بعد داعش كما يتصور البعض، إنما استمرار التنظيمات الإرهابية على مستويات مختلفة، وبناء عليه يتحدث بهذه الرؤية. أنا أظن إنه التركيز العربي وتركيز رؤساء الوفود العربية بما فيهم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبقى كلمة شاملة، يعني الرئيس السيسي من الطبيعي أن يحدد في كلمته أسس ومحاور الحركة المصرية وأسس الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية الناجحة التي تحققت خلال الفترة الماضية. احنا لينا طبعا إطارين للحركة، إطار التناول، إطار خاص بمجلس الأمن كأعضاء دائمين، احنا لينا رؤية إصلاح نظام مجلس الأمن وفي النظام التنظيمي الدولي هيطرحها السيد الرئيس في قمة مجلس الأمن، هيبقى في رؤية كاملة هيطرحها السيد الرئيس بهذا السياق، وفي أيضا رؤية خاصة بمسارات واتجاهات الحركة السياسية الدبلوماسية لمصر في الأقاليم المختلفة. رؤية مصر لإشكالية التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي في هذا التوقيت، وأيضا دور مصر في إطار التسوية في سوريا وفي ليبيا. إذا الكلمة تبقى مركزة على أولويات للطرح وفقا لتصور مصر، وأعتقد أنه هيكون تصور شامل وهيبقى على كل المستويات. بالحديث عن القضية الفلسطينية ودور مصر المحوري والريادي في كافة القضايا الحقيقة الإقليمية والعربية، دكتور طارق، كيف رأيت دور مصر والوساطة التي لعبتها بين فتح وحماس؟ يعني انت تعلمي انه مصر بتتحرك على مستويات كبيره، والاجهزه المصريه بتؤدي دور كبير وفقا لمصالح متعلقه اولا بقضيه واشكاليه الامن القومي لمصر. هناك تحركات كبيره، يعني المجموعه التي تدير التفاوض مع حركه حماس وايضا مع فتح بتقوم بدور يعني خرافي للامانه، بس يمثلوا مجهود كبير تراكم بقاله اكثر من عام كامل، لقاءات جرت في القاهره بهدف تهيئه الاجواء لحضرتك في هذا التوقيت. القضيه ليست في تفاهمات مع حركه حماس عن المنطقه العازله او ضبط الحدود او تاكيد السلاح او فتح المعبر او غيرها من التفاصيل اللي حضرتك تعلمناها، لكن احنا نتحدث عن اطار اشمل تحاول الدوله المصريه برجالها يعني في تحديد هذا التصور، في تصور كامل لاداره المشهد مع الجانب الفلسطيني. ايضا مع حركه فتح تعلمي ان هناك وفد ايضا جاء خلال الساعات الاخيره والتقى مع المسؤولين المصريين، وهناك يعني ردود فعل ايجابيه، الرئيس ابو مازن ردود فعله والقياده الفلسطينيه ومركزيه فتح خلال الساعات الاخيره ايضا في تجاوب كبير. مصر بتقدم رؤيه شامله ورؤية يعني متعددة المسارات والاتجاهات، وأشرت إلى جهد يعني المجموعة التي تدير، جهد خرافي معنى الكلمة، لأنه ربما هناك تفاصيل كثيرة مرتبطة بالجهد التراكمي للمجموعة التي تدير في هذا التوقيت، وفي جزء ده مرتبط بأداء مهني وأداء دبلوماسي كبير وأداء استراتيجي وأمني بالمناسبة. فهذه الجهود كلها تصب في إمكانيات يعني لدينا اداء مبهر ربما لا يعلمه كثيرين اداره هذا الملف الفلسطيني، كان احنا بندي للناس بطبيعه الحال حقها. بشكر كثير يعني. نعم بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه.